مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على الكلاسيكو المغربي بين الرجاء والجيش الملكي، بعدين عن التعصب. غادي كل يوم محايد ما مع الرجاء ما مع الجيش. اليوم شفنا مقابلة حارقة، والمشكل اللي كان فيها ان في التالي كان شوية ديال الشغب. نجيو تدريجيا. فريق الرجاء بعد ما مشى غاريدو لقينا واحد التسيب في الفريق، ولا كلشي كيهز في يديه. بانون خلى السانك ولا بغى يلعب ناف. صحاب لي واش هو راموس؟ مع احترامي للرجاويين انا كنهضر بكل واقعيه، فريق الرجاء البيضاوي شفنا واحد التسيب، واحد كل واحد باغي يحكم، كل واحد باغي يدير داكشي اللي قال ليه راسو. حافظ اللي كان ديما حاضر راسو كيلعب كره ولا كيهز في يديه وكينفعل. بانون ما كاينش الماتش اللي ما كيخرجش بانذار. هادشي اللي كيعكس لنا الظروف اللي كيعيشوا فريق الرجاء البيضاوي. نرجعوا الان للجيش، الجيش الملكي بعد نوم دام ل 20 سنه حتى شي لقب. احترامي لكاع الجماهير العسكريه، برافو عليهم لانهم قدروا انهم يبقوا مع هذا الفريق ويعمروا المدرجات. بلاك ارمي الترا عسكري برافو عليهم، ودفعوا بهذا الفريق حتى ولا كنشوفوا انه يقدر يرجع للعهد ديالو. وشفنا بالرحمه دينامو الفريق اللي عطاه بزاف، واللي كان رجل المقابلات السابقه وحتى هذه المقابله ديال الرجاء. نجيو للتحكيم، التحكيم ربما كان تحكيم نزيه، ما كان حتى شي حاجه، والحكم كان مصري جاي من الشقيقه مصر. نرجعوا للاحداث ديال اخر المقابله، الجماهير ما تقبلوش الهزيمه. بهذا نكونوا واقعيين، حنا ما مع حتى شي فريق. هادو كيضربوا بالكراسه الامن وكيضربوا بهذا الامن طلع لعندهم، واخا حنا ما بغينا حتى شي واحد الضرر، ما بغيناش دوك الجمهور انهم يتعتقلوا. الله يشافي اللي تقاس، الله يطلق سراح اللي تشد. بغينا فرجه فوق رقعات الميدان، وملي سالي اللي غلب كنصفقوا ليه، واللي خسر كنقول ليه حظ موفق في المقابلات القادمه. دابا نرجعوا ونهضروا على الجامعه الملكيه. خصك تكون محايد باش تفهم كلامي. انتهت المقابله، بعض من جمهور الرجاء البيضاوي كان كيضرب الامن بالكراسي. ملي سال هذا الشيء الجامعه نزلت بعقوبات على الفريقين، وعطت الويكلو جوج المقابلات للجيش الملكي. باغي نرجع ونعاتب الجامعه الملكيه. الا كانت الجيش لعبه كره والجمهور ديالها ما دار حتى شي سلوك او شغب، علاش غادي تعاقبوا بجوج المباريات بدون جمهور؟ الا كان داكشي من اجل الشهوب الحارقه، كان البطوله كلها كيشعلوا فيها الشهوب. والا كان هذا الشيء من اجل انكم باش تبينوا انكم ما كتعاقبوش فرقه وتخليو فرقه، راه خص هذا الشيء يكون نزيه. كنهضر مع الناس اللي محايدين، ما يكونوا لا مع هذا الفريق لا مع هذا الفريق، مع واحد العتاب باغي نقدموا للجمهور الجيش الملكي على واحد اللافته هزوها سبا في مدينه الدار البيضاء. ما نساوش اننا مغاربه كاملين، وديك المدينه ايضا مدينه مغربيه، خصنا نكونوا كنتنافسوا فوق رقعات الملعب وفي المدرجات، ولكن حيت كنخرجوا كتكون روح رياضيه. دابا نجيو نهضروا على البطوله الوطنيه. حاليا شكون كيفرج في كره؟ كتفرج بركان، كتفرج اكادير، وكتفرج يوسفيات برشيد. كتلعب كره حديثه، كره منظمه، واحد كي يقوم بالواجب ديالو، واحد الفرجه كتكون في اللقاءات ديالهم. كنحيو من هذا المنبر، وكنتمنى انكم تكونوا محايدين، لان اللي بغى يتفرج في لي فيديو ديالي خصو يكون محايد. حنا كنهضروا في هذا الفيديو بكل حياديه، ما مع هادو ما مع هادو، كنحاولوا اننا نبينوا الواقع. كنلوموا الرجاء فاش خصنا نلوموها، كنلوموا الجيش فاش خصنا نلوموه، وكنهضروا على البطوله الوطنيه اللي كنشاهدوها كل اسبوع، وكنحللوا على حسب المشاهده ديالنا وداك الشيء اللي كنشوفوه. حنا ما كنفرضوش عليك انك غادي تقول ان داك الشيء اللي قلنا صحيح، وكنفرضوش عليك انك غادي تقول داك الشيء. كل واحد عنده تحليل ديالو، كل واحد عنده رؤيه ديالو من الجهه ديالو. وكنشكركم بزاف، وفي اخر المطاف كنتمنوا انكم تابوناو وديروا جيم. وتحيه للناس ديال البلا والبغلي. كنسنى قد سالي جنجا باش غنجي نمسح ليك. ساليتي ولا باقي، 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 ساليتي ولا باقي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.